هذه نبتة أو حشيشة السعد، من الحشائش اللي يعتبرها الكثير مزعجة. ما أدري، أنا ظني مو مزعج هنا لضررها عادي مثل أنواع الحشائش الأخرى، ولكن أعتقد البعض يظنها مزعجة لأنها صعبة القضاء عليها. الآن بحاول إن شاء الله نفكك أو خلنا نشوف الآلية اللي ممكن تقضي عليها، وإن كانت متعبة ومكلفة ممكن كجهد، ولكن بإذن الله نشوف الطريقة الناجعة للقضاء عليها. الآن نحاول نستخرجها. طبعا هو الآلية السعد أن النبتة الأخضر تمسك يمكن 5 إلى 10 سنتي في التربة، بتشوف جذور. البعض يتخلص من الجذور يظنه خلص تخلص من، لا، في بعدها بأسفل منها 10 ممكن سنتي وحتى أكثر على حسب قدمها في المكان، في درنات شبيهة بدرنات البطاطس الصغيرة، أشبه ما يكون مثل الطعام أو نواة التمر. هذه هو لما تتخلص منها من الجذور، هذه تظل محتفظة في التربة، تقوم بالانبات مرة أخرى. نحاول نفككها ونشوفها. كما تلاحظون، ذكرت لكم السعد شوي مخاتل أو مخادع في الكاثرة. راح أشرح لكم الآلية ببساطة حتى يتم التخلص منه بالكامل. قرب الصورة هنا، شوف هذا هنا. الآن الكثير مننا نتخلص منه فقط بقلع من الجذور هذه السفلية، ونظن نحن نتخلص منه، لكن لا، هو السعد بشكل عام مأمن روحه. شلون مأمن نفسه؟ هذا شوف الجذور السطحية كما نلاحظ، بعدها بمسافة هذه الدرنات. حتى لو تم قلعة من هالمنطقة، الدرنات راح تكون نبتة أخرى خضراء ثانية. كنت أعتقد سابقا أنه فقط يتكاثر من الدرنات، كل درنة تطلع عدة عصبونات أو شعيرات، لكن لا، تضح شوف الدرنة تكون درنة ثانية بجانبها، وهذا يكون كل درنة تكون جزء خضري واحد أو حتى أكثر يعني. وأيضا يتكاثر من الجذور، شوفها هذه الآن الدرنات في الأسفل، ولكن تم هذه النبتة كونت نبتة أخرى ثانية منها. الطريقة المثلى للقضاء عليه لا تعتمد أنك فقط تشيله من جذوره، انزل 5 سنتي 10، وبل شفت حتى إلى 20 سنتي، كل ما طالت مدة بقاء في التربة ومع التقليب المستمر في التربة ينزل للأسفل فيأمن في نفسه. أفضل حل أنك تحفر إلين توصل الدرنات هذه. هذه على فكرة الدرنات لما نقوم بكسرها، شوف طبعا هذه حديثة العمر، أنا في اكتشفت مناطق أكثر الحجم ضعف هذه تقريبا، لما نقوم بكسرها لها رائحة عطرية. بحثت في الموضوع، موجود نبتة بهالاسم السعد أو السعد، موجودة من قديم. أيضا في بعض بلدان المشرق العربي تباع هذه الدرنات لدى العطارين، لها استخدامات طبية، لست في صدد شرحها أو تفصيلها، يبحث ويسأل الخبراء في سبل الاستفادة منها. ولكن قطعا الناحية العطرية بالإمكان هذه تقطيرها واستخراج منها رائحة عطرية، وكانت تستخدم للتعطر قديما في منذ 1000 سنة أو في صدر الإسلام. كنت قرأت بعض الروايات أو الأحداث أنه تستخدم للتعطر الإنسان منها. أتمنى أن يكون شرحي واضح ومفيد، مع جزيل شكري لكم جميعاً.